شاء الله ما شاء الله. الله يحفظ الدلقان للنظارات، الدلقان للنظارات. هيا جسر ما شاء الله ما شاء الله. هيا جسر، هاي جديد. فاتحين محلين ما شاء الله، الله يحفظ الجميع. احنا دائما بنقول الله يجيبكم كل انواع الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق وكل انواع النعم لكم ولكل حبايبكم دنيا واخره قبل ما يجيبوا الي، صحيا نفسيا اسريا اجتماعيا ثقافيا ايمانيا معنويا. ما شفناكم بالعين بنشوفكم بالقلب، ما شفناكم بالدنيا بنشوفكم بالجنه. نجاح اي واحد فيكم هو نجاح لإلي في الدنيا والاخره. وقلنا من انواع الاحسان انه احنا ندعي للناس بالشفاء، الله يشفيهم من جميع الامراض، امراض النفسيه، امراض القلوب، امراض الجسدية، أمراض النفسية، أمراض القلوب، أمراض النفوس، أمراض أي أمراض. وأنا أولهم طبعا، أول واحد مريض. حي جسر، حي جديد، حي جسر البحرين، بيربط بين البحرين والسعودية. الله يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ المملكة البحرين، اثنين هم مالك. وقلنا المؤمن القوي المنفق أفضل من المؤمن يعني شوي قوي وشوي منفق. وقلنا الملك القوي المنفق أكيد أحسن كمان من الأمير اللي هو منفق ومؤمن. فندعي للجميع أنه إذا في محبة تختفي الحروب، بيختفي الجهل، بيختفي الفقر، وبتخف الأمراض. من حبنا لله منحب كل الناس، وأكبر مشروع وأعظم مشروع إنه إحنا نحصل على حب الله ورضاه.